الفن السابع هو من الأساسيات والأهداف اللي تبنات عليهم جمعية حنا هما حنا، وبعد انقطاع لمدة سنتين عن تناول موضوع فيلم قصير، هاد المرة تعود الجمعية بفيلم جديد تحت اسم أحلام من سراب، بطولة مصطفى شريف، إخراج علاء الدين الصدقي. يعرض الفيلم بالقاعة السينمائية التابعة للمنتزه الترفيهي حي كلوج، وذلك يوم السبت على الساعة 7:30 مساء. الدخول بالمجان، وكونوا بالموعد.